الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في حوار هام للحياة اليوم. ماذا قال الشاطر له عن الفريق السيسي قبل 30 يونيو؟ وما موقفه من ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي للرئاسة؟ ما حقيقة عزوف السلفيين عن المشاركة في الاستفتاء؟ وهل فقد حزب النور والدعوة السلفية السيطرة على قواعدهم؟ الدكتور ياسر برهامي الليلة في الحياة اليوم، السادسة مساء على الحياة.